تحكي بعد السادسة ونص؟ ايش يعني؟ شو يعني؟ هيدي أول مرة من كذا سنة الأولاد بيناموا هالقد بكير. بعيون؟ أعوذ بالله شو توعيهم؟ أنا صدقت نايمين بكير؟ خي قاعدين أنا وياك اللي حنا عم نحضر الفيلم اللي بدنا إياه وسهرانين تت أتت ولك يقبرني الضحكة أنا يقبرني هلولة يقبرني لك شو هالبرفان يقبرني الجمال والأنوسي دخلك حياتي؟ مش مضايقك شوي هالكعب؟ بلا ايه طيب ليش ما بتمدي إجراك شوي؟ عن جد؟ ايه بديهم يا ريت لك بديهم بديهم كيف لك بديهم؟ ما بتعجبك؟ أعوذ بالله لك مدي لقلك مدي مدي لا مدي ما شايفينه مدي لقلك مدي يا أهلا وسهلا يا أهلا يا أهلا لك يا قلبي مش مضايقينك شوية هالتياب تياب؟ ما بعرف أنا برأيي تطلعي تتفرعي أحلى أولك هيك أكيد أولي هيك بس بتجي معي تساعدني شيل الشوز لحتى أقدر أتفرع ولك أكيد بديش هادي اطلعي بلكي أنا كمان بتفرع يلا ايه بس بركي اجينا حدا مين بده يجينا بهالليل؟ منو هذا اللي بده يجينا بهالليل؟ ليك شفتي هذا الباب دار بسته وطفيت الضوء تيقول الناس انه نحن نايمين مش طفيت الضوء قبعت اللمبه من السقف اصفاركم يا جماعه تفضلي دربسنا الباب فاتنا من الجنينه يا جماعه ليش وقفتوا شو انا غريب؟ تفضل تفضلوا ارتاحوا يه خجلتوني شو هالفيلم هيدا مش حلو حاضره ايه لك نحن عم نحضر شان التزق هيدي لا 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 ما تحضروا هذا فيلم مش حلو ابدا اخر شي بيطلع جوزه هو القاتل وعامل كل هالجرايم وبينتحر لا 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 بيشنقوه لك ريتوا يشنقوك لا يريحوني منك ما حتزبط معك ما حدا حيقت لك غيرك وجهي بدك مطعم يا ديتي ولك اف اف فين اف على هالسهره الناشفه هيدي قوم لك قوم لو بدي قوم فز بالمطنجة بشار كم كيس تشيبس يلا قوم لك بدي جيب لك اخرتك انا بجيب لك تشيبس قال دخل كريم انت بلشت تشتري هدايا عيد الميلاد او بعد؟ بعد اصلا بعد في 15 يوم للعيد بكير انت هيك دايما بتتركي حالك لاخر لحظة واخر شي بتنزغطي السنة الماضي من ورا زغطيك رحت اشتريتي لي كادو مبعوزه اضطريت بيعه بعته؟ بعت الكادو اللي اشتريت لك يا وجيه؟ لك بعد ما كانت الحلاقة الالكتريك اللي اشتريت لك اياها؟ ايه بعتها مبعوزة ما بحبها، أنا أصلاً بحب أحلق بالشفرة العادية. ما قلت لك ولك يا حياتي هذا ما بيستاهل كادو هيك له القدر والقيمة، قلت لك ما تقليله الكادو. لك فكرته بني آدم، رحت اشتريت له ماشين حلاقة على الكهرباء ولك تكيت حقها 300 دولار مثل الهبلة. نعم 300 دولار مع أساس قلت لي 100 دولار. 100 دولار ايه 100 دولار. شو ايه 100 دولار؟ لك اذا انا بعتها ب 250 دولار كيف انت بتكوني دافعه حق 100 دولار كارين هلا اشتريتي له لواجهي كادو ب 300 دولار عجب لك خلص شو بعرفني انا ما بقى اتذكر انا بتذكر لاني فصلتها حق 300 دولار يا فادي كارين 300 دولار لك خلص اسكت يا وجيش لك شو اسكت دافع حق كادو لواجهي 300 دولار لك ايه دافعه 300 دولار ايه شو بعمل لك انا برستيجي ما بيسمح لي اهدي بقى من 300 دولار مع حق كارين برستيجا ما بيسمح لها بس لما رحنا نشتري لأمي حلق ذهب حقن 200 دولار قامت اعترضي لا انا ما اعترضت كرمال المصاري نو انا اعترضت كرمال المبدا امك ما بتعوز حلق ذهب ما بتحب الذهب اصلا عندها كتير كتير ما بتعوزه ما بتعوزه ليش انت شو هدقتي يا حياتي رحت هدقتي كفوف للفرن وجبتي لها مريول للمجلة وجبتي لها هيدي اللي بتعسف فيها لك قد ما جبتي لها هدول تبعون تحسيف صار عندها كوليكشن تحسيف اه ايه ما عندنا يوم نحن عشنا بالبيت والغبره اكلتنا ما بتعوزوا ما بتعوزوا بس بهيك ايه لا بس هي امك بتحب تنظف بالبيت شو بعمل لها إيه كل ما بروح بلاقيها عم بتحفحف بتنبسط بهيك اشياء بعدين هول الاشياء بضلهم ينعازوا قد ايه دافع حقهم 30 دولار 20 دولار 10 دولار قد ايه 10 دولار لك ايه شو بعمل لك هن حقهم 30 دولار ما تزعلي كثير بس كانوا عاملين عليهم صلت بقول لهم لا ما تعملوا عليهم صلت 10 دولار انه بتدفع 10 دولار لامي و300 دولار تشتري كادو لهالفشل ولك اف ولك اف شو بتتشارع ولك اف شو بتتخانعوا لك العمى شو مرتي السهره معكم قرعتوا لي راسي انا فيليل ولك ولك اف منها منها وين جيت منها اطلع منها ابي يلا لا شوف
ان شاء الله تصحب اجرعك وتصير تحت. انا طالعه اندفي سنين لانه السهره معك ما بتسوى شيء، بتضلك تنق وبتضلك تشارع وبتضلك تحكي ولك 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 فيه. عشرة دولار لك تفهم. سعد شلي هاللابتوب من ايدك، بدي احكي مع الجوزين كلام. سامعك قولي. بكره احكي مع حدا بتركيزه غير مطرح. طفي هاللابتوب. يا عمي سامعك قولي. سعد طفي. طفيته. نعم. دقت اختي كارين. الله يستر يا رب. ايه شو بدها؟ قال بدها تعزمنا لعندها نوال. امتين يعني على نوال؟ يعني ليلة نوال. شو بتضل تعرف اي متى بيسهروا الناس على نوال؟ وما قلتي لها انه نحن سهرانين عند اهلي على نوال؟ لا ما قلت لها. ايه دقي لها وقولي لها. اوكي. ايه كارون كيفك اختي؟ ايه قلت له لسعد انبسط كثير وبقول لك ميرسي. ايه رح نجي نسهر عندك على نوال. يلا باي اختي بحكيكي بعدين. باي باي. قلت له قال بده يسهرني مع اهله على نوال. قال طاو يا ولاد العبوا يا ولاد انا جاي. ميري كريسمس. بابا. لا 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 ما بقى تعلق هيدي الجهه صار في كثير فادي. علق هيديك الميله. المال منيح هاد؟ لا لا مش هالقد. هون في مطرح فاضي هون بالنص. هاك منيح هون؟ اوطى شوي فادي. هاك منيح هون؟ لك لا اوطى بعد. لك هيك؟ لا مش هون هيدي جهة فادي. شو بيك؟ لك هون هيك. طيب هيك تحت. ليك يا كريم شو رأيك بدل ما تتلقى حيتيجي تساعدينا وحاجة تنظر علينا مش أحسن؟ ما انت هيدا كل همك وحتشوفنا قاعدة ومرتاحة. طب شوفنا يا عم بتشيل البول. يا نايا يا نايا يا بيي اتركي البول لإيدك رح تكسريهم. روح عند أمك. تعي تقبريني تعي تعي قلبي تعي. عيط عليك الدب. شو الدب؟ ما شايفه شو عملت؟ شوفي شو عملت. ليش انت لمين عم تعمل كل هالشجره؟ مش لإلها؟ مش لحتى هي تنبسط فيها؟ لك شو تنبسط؟ إلي من الصبح مزينة تيجي تشيل البولات، تعلق ما تشيل. ايه بس بدها تشارك كمان يعني. خلص فادي، ما تطلع فيي هيك. ليكي نيوش، علقي حبيبي البول وما تشيليهم، اوكي؟ اوكي. روح يا حبيبي. يا كارين. فادي، هاي طفلة. هذا هي علاقة. شو هي هيدي؟ هي كارت الكادويات. كارت الكادويات؟ لحقت تكتب الكارت؟ لحقت تكتب الكادويات يا بيي؟ يا ويلي ما اسرعك بكتابة الكادويات، بس تعمل لك شي فرض بتضلك للساعة 10 بالليل، يا شاطر. عفوقة بابي، بدي اذن رامي يجي يسهر معنا على ليلة الميلاد. مين رامي؟ لا بيي لا. ليلة العيد هي للعيلة بس، ما بدنا حدا غريب يجي يسهر معنا. غريب؟ رامي مش غريب، كلنا بنعرفه. قالو اي مس يو رامي اي مس يو. فيك انت سكتة؟ ايه سكتة تتتة تتتة بتحكي مع اختك هيك؟ بعدين انت شو هالوقاحة هيدي يومي ها؟ قلت لك سكتة. ديا شفت شو عم تعملي؟ شو عم بعملها؟ ما عملت لها شيء. شو قلت بابي؟ بشو؟ انه يجي رامي يسهر معنا. ايه خواجه رامي ما عنده عيلة ما عنده حدا يسهر هو اياه. اتركي يا عمي. يا نايا يا بيي رح تكسر الدنيا. اتركي من ايدك. زيح يا عمي زيح من عندك زيحي. لك يا فادي. لك شو يا فادي؟ ايش تصرخ عليها للبنت؟ لك يا كارين ما كسرت الدنيا. لك هاي طفلة. خلص. وانا كمان. تعالوا شوفوا تعالوا تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا شو حلوة هالشجرة. واو شو حلوة. شو عملتي يا نايا؟ شو عملتي يا نايا؟ ده مش أنا هيومي مالشي حياتي.
بريجيت كنت عم فكر انه بركي يعني بخصوص سهرة نوال. خلص انا وعد كارين نسهر عنده. بس سنة الماضي سهرنا مع اهلي بريجيت. هيديك السنة كان قلنا شهر مجوزين وقت اجا عيد الميلاد. ايه شو يعني؟ يعني سيارتك بس ما تاخدها كسرة. شكون سنة مع اهلك؟ انا السنة بدي اسهر مع عيلتي. انا عندي اهل مش يتيمة. ليش امك وبيك جايين على السهرة؟ لا بس اختي وصهري وولادون. شو مش معبين لك عينك؟ يا عمي انا قلت هيك؟ ما قلتها بالحرف الواحد بس قصدتها. ما بعرف ما بعرف ما بعرف بريجيت. اهلي يمكن يزعلوا. وليش تا يزعلوا؟ ما هديك سنة سهرنا معهم والسنة مع اهلي. ما بعرف امي يمكن تزعل. بدها تزعل بدها تحملني وتدور. مش عارف كيف بدي اوصلها الخبرية. الو كيفك تانت؟ ليكي تانت ما تحس بحسابي انا وسعد بسهرة عيد الميلاد لانه السنة رح نسهر عند اختي. يلا يلا بحكيكي بعدين باي. وصلنا الخبر. شوف هي وجهي خير. دخلك اللي من اول الشارع ركض وراك وعيط لك وصرخ لك ما سمعتني؟ بلا سمعتك. وليه ما وقفت لي؟ اقولك لا لا لانه ما بدي طلعك معي. لك الله ضربك انا وانا مش مشرد اطلع معك اصلا. بس كان بدي اعطيك هيدي علق عندك على الشجره. شو هيدي؟ ليستا بالكادويات اللي عايزها. احسن ما مرتك تروح تشتري لي حيالله شيء لانه فادي بصراحه وما تزعل مني وبضمير مرتك بلا ذوق بالمره بالكادويات. ميري كريسماس. بشوف هالفاشل شو باعت مكتوب كمان صراحتكم من كتيب شو هذا؟ بليز بابا نويل السنة ما تجيب على ذوقك كادو. السنة جيب لي على ذوقي. ليك ليك يا عيني. ايه بقول له لعيني ايه مصاحبه هو. ليك يا عيني بدي او جاكيت جلد محترمة يس اكس لارج واللون بني او موبيلات مهضومة حمراء. والله برافو. لابقى روح واجي فيها لانه تكسروا اجري من كثرة المشي. بدي كسر لك رقبتك. او تيكت طيارة مع إقامة 5 أيام بأوتيل 5 نجوم بحيلا بلد بالعالم. ما راح اشترط. أنا شخص أنوع. يعني أنا طبعا يا بابا نويل عم بكتب لك بدي هيك أو هيك أو هيك لأنه بقدر ظروفك المالية وبعرف إنه الوضع الاقتصادي العالمي عاطل. بس انت وزوقك. يعني اذا قررت تجيب لي كادويين او ثلاثة او ثلاثة او اربعة او 2 من 3 او 3 من 5 ما الله عليك ما راح ازعل منك. الانضاء حبيبك وجيه ولك يحبك برص وخمسة خرص كمان. لك شو هالوقع هيدا؟ ما في اوقح منه. شو قال؟ قال بده تيكت ليسافر. اي والله لسافرك على الاخرة. انا فرجيك هلا فرجيك. لك لك لا ما خلى شي مش طالبه. هات لك هات. انت تعرف تكتب؟ انا اللي راح اكتب. الى بابا نويل المحترم. السنة انا مش عايز شيء ابدا. يلا. بس اذا مصر يا بابا نويل جيب لي سمكة حمرا صغيرة زيادة على رقبته حسب يعني رأيي. أنا بدي سمكة وحدة. ليش؟ لأنه أهلي كانوا دايما رافضين يجيبوا لي سمكة. وليك يا بابا نويل أنا بحب السمك تبع الألف. اوكي يعني اللي حقها 1000 ليرة
اوعى تجيب لي سمكه اغلى من هيك. طبعا لانه اذا ما كتبت هيك تقوم كارين هلا تجيب لي شي سمكه هيك رار وتكل لي حق بلاوي بتعملها. الامضاء حبيبك وجيه. هيدي رسالة. هيديك رسالة لك. شو حياتي؟ متى جيت؟ هلا بعدني واصل. ليكي وجيه اعطاني هذا الظرف. قال لنا نعلقه على الشجرة. هيدي رسالة لبابا نويل اكيد. حرام وجهي مهضوم. هلا بعلقها على الشجره بعد شوي. وانت شو عملت؟ اشتريت كادو لامك؟ بعد. خلص حياتي كبر عقلك، خليني انا كمان اشتري للسنه الكادو مثل كل سنه. لا لا لا، انا برايي السنه انا اللي لازم اشتري لها الكادو. بس انا بدي اوفر عليك برامين استفل اذا مصر اشتري. ما يا حياتي ما رح تعرفي تنقي لها اللي هي بدها اياه على ذوقها، انا السنه رح اشتري لها الكادو. ليه؟ شو حتنقيلها؟ ليكي نحن من زمان كان عندنا ببيتنا صحنين اسمهم ليموناد. شو اسمه؟ ليمباردين؟ ليمبورد؟ صحون؟ صحون ليمونج؟ ليمونج! ليمونج! ايه ليمونج عفاكي. هالليمونج هودي كانت امي شافتهم ومش مصدقه، هيدولي اما هديت اياهم. ومعلقتهم على الحيط، ومين ما اجا ومين ما راح بتفرجيهم، ما كانت تخلي حدا يقرب عليهم. بس يا حرام من وقت ما تكسروا لليوم الحيط فاضي، ما قبلت تعلق شيء على الحيط. فقلت انا شو هات لنجيب لها اثنين مثل هالصحون، وبالزمانات مصور مع بي تحت هالصحون. جبت هالصوره وركضت عند بيع الانتيكا، قلت له دخيلك في عندك من هالصحون هول الانتيك؟ قال لي ولا يهمك بيتلاقوا. بيتلاقوا؟ وهالقد مهمين هالصحون بالنسبه لامك؟ كثير مهمين حياتي، ولكن هورار يعني ما في منهم، بس وعدني هيدا البياع ينبش لي اياهم من تحت تقطيع الارض. وما قلت لي كيف تكسروا هالصحون؟ كسرتهم امي. شو؟ امك كسرتهم؟ ليش بدها تكسرهم؟ كسرتهم على راسي. كيف؟ ليش؟ امتين؟ امتين؟ لما فت لعندها قلت لها امي انا وكارين قررنا نتجوز، وهي كانت هيكي شيء 46 قضية من هون. رجيت شو؟ ليكي هذه اللعبة مش خرجنايا؟ واو مهضومة كثير بس رخيصة كثير. 50,000 ليرة رخيصة؟ هاي بنت اختي سعد. ايه وعمرها انجا 4 سنين، يعني بس تفتحها لهيدي اللعبه بعد ربع ساعه رح تكون طحبشت بريجيت. واذا ما بدي قصتها رخيص يا عمي 50,000 رخيصه في لعب 10,000. خلص سعد عم اقول لك هي بنت اختي ما بدي قصتها رخيص. شوفي هيدي، طيب خلينا ناخذ هيدي. 60,000؟ اكيد لا كثير رخيصه. لك 60,000 قليل؟ 60,000 كثير؟ ايه قليل عبد اختي. ليكي بريجيت اختك عندها 4 اولاد، يعني اذا كل ولد بناخذ له هديه ب 60,000 يعني كارثه. الباقيين ما حقدفع لهم 60,000، الباقيين كبار وكادويتهم لسكون اغلى. شو؟ ما تجلني بريجيت، بعد في امي وبيي واخواتي واولادهم وكارين وفادي والبابا والماما. لشو كارين وفادي؟ اخدين للولاد بناخذ لاهلهم كمان؟ الجماعه عازمين عبيتهم سعد شو بيك؟ واذا عازمين عبيتهم لك انا بعزمهم على مطعم ارخص لي من حق كادويات. ما بقى تنق سعد، كله عيد ميلاد واحد بالسنه. وعم نضل ندفع ديون هذا العيد كل السنه بريجيت. خلص سعد بتعرف شو؟ الحق مش عليك، الحق علي، انا جبتك معي على السوق، عكرت لي مزاجي وسديت لي نفسي، ما بقى بدي اشتري كادويات لحدا. عن جد؟ برافو. اليوم ما حقشت كادويات لحدا، بس بكره بروح مطرح ما بدي وبشتي شو ما بدي بلا ما حدا يزعجني. شي بعصب. عن جد شي بعصب. لأمك. لك يا حياتي أنا السنة فكرت قلت ما بدي جيب لها هدية عادي لأمي، ففكرت فكرت 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 طرب
خطرت ببالي قصة صحون، البلكي بلاقي لها مثله. فكرت 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 فكرت. شو مهضوم. برافو. دخلك؟ كيف تا أنا ما بتفكر هالقد بكادوياتي؟ كيف تا بتجيب لي أول شغلة بتطلع بوجهك؟ أنا؟ إيه أنت؟ لا مش مزبوط حياتي، أنا أكتر شي ودايما بفكر بكادوياتك. إيه بلا، أنا دايما بقلك شو بدي كادو. مش مزبوط الحكي؟ يي؟ ولك الجينز اللي كنت لابسيه اليوم مش أنا اشتريت لك إياه وفاجأتك فيه؟ فاجأتني فيه؟ يومتها حبيبي أنا قلت لك إنه عجبني جينز معين بالمحل الفلاني، عطيتك اسم المحل وعطيتك أدراس المحل، وقلت لك لما بتفوت هو محطوط على إيدك اليمين بستاند الفلاني ودليتك عليه، وقلت لك التايتة بعيته، وقلت لك ماركته للجينز، ومع هيدا كله رحت جبت الجينز غلط، واضطريت أنا روح بدله وارجع أجيب الجينز المزبوط. مش مزبوط الحكي. لا مزبوط، وحتى إنك ما لاحظت إني بدلته للجينز. بنوي حياتي. لك شو بنوي؟ عم بحكي معك بتقلي بنوي، شو هالقلة الذوق هيدي؟ كيف تلا امك بتشغل راسك هالقد لتنقي لك هدو، وانا ما بتشغل راسك هالقد لتنقي لك هدو؟ ولك انا دائما راسي مشغول فيكي، وبالعلامه حياتي جبت لك هديه على عيد الميلاد رح تعجبك كثير. ايه مبلا صدقتك. مش مصدقه؟ لكن من شهر وقت كنا عم نتمشى بالمول ما في شيء عجبك؟ كل شيء عجبني بالمول. اي بعرف كل شيء بيعجبك، ما بس في شغله وحده عجبتك كثير وقفت لك طلعت في عملتي ايه، فانا جبت لك اياها ولما حتشوفيها حتجن. عن جد في الدو؟ ايه حياتي عن جد، كيف لك؟ سوري حياتي ما كنت عارفه. بنوي بنوي حياتي بنوي. لا ما تزعل مني بليز حياتي، بعدك ما بقف تحت امي، ما تزعل مني. أنا في إزعل منك حياتي، ولكن فيني إزعل منك. يلا بنوي. إيه بنوي فتو. بنوي حياتي. أكلناها. يا نايا يا نايا يا بيي، كم مرة صرت قايلك حاجة تفك زينة الشجرة؟ لك وين أمي؟ لاحيت. وين راحت؟ عالسوق. عالسوق؟ إيه عادي، مين بده يهتم فيكي أنت؟ وين أخوتك؟ ما بعرف. رجع بتقلي ما بعرف. عشو؟ أجا البابا نويل أخذ الليستة بعد. والله بدك تسأل نايا. نايا ليه؟ ليه؟ يا أجا البابا نويل بهالليل أخذ ليستة الهدايا وفهل؟ أو نايا أخذت ليستة الهدايا وكبتهم بالزبالة. أشو؟ أشو؟ دغري بينفعل وبتطير اللوزة من تمه، أشو صدقت دغري؟ لا لا ما تخاف حبيبي، إجا بابا نويل بالليل، نزل من الشمينة، أخذ ليستة الهدايا وركب على العربية تبع الوبلالا وبلالا وبلالا بابا. طلع. هيك طمنتني. دخلك؟ ليش مخربطين هالزينة هيك؟ والله عم نغير الديكور. عن جد؟ إيه مع إنه كانت حلوة. مقولي ساعدنا عقلتك، ولك أنت بدل ما تطلب هدية من بابا نويل، ليش ما بتطلب منه شوية عقل؟ بجيب؟ بجيب عقل، بجيب، لازم يجيب لك عقل، لازم. هلا بدك ساعدني نرجع نظبطها كلها الشجرة، فهمت؟ تكرم عينك. قومي نايا حبيبتي، قومي اطلعي لفوق، يلا قومي. قومي حبيبتي قومي، يعطيكي ألف عافية. يعطيكي ألف عافية. كفيتي ووفيتي. ليك وجهي؟ نعم. إذا أنت بدك تجيب لها هدية لكارين، شو كنت بتجيب لها؟ هيتك جبت لك شي كادو حلو لأمك وكارين غارت وجن جنون عليك، وأنت هلا مجبور تروح تنقي لها كادو كتير سبيشال لا تراضيها. صح؟ بدخلك ما أهضمك، لا مش صح. لكن بلا صح، شو أنا غريب؟ ما أنا عارف البير وغطاه. ليك عم فكر جيب لها هيدي الماشين تبعت الكابوتشينو، شو رأيك؟ مين 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 مين؟ إيه والله تشبقك فيها وتكسرها عراسك. نعم كريم بتحب الكابوتشينو، بدي جيب لها هيدي الماشين الأوريجينال، هيدي الهودو جام. لك أي جام أي ناب، شو مهبول أنت بالمرة يعني؟ إذا تبطل تحكي معك بحياتها ولا؟ إيه طب شو بدي جيب لها، شو رأيك طيب؟ هات لها شو؟ جيب لها شي كادو رومانتيك، بدك إياها تكون مبسوطة، جيب لها شي كادو هي بتحبه، شي سيدي أغاني بتحبها. نعم. بتعرف شو؟ كريم بتموت بالأغاني ألديز، ليه ما بتعمل لها مجموعة سيديات كلها أغاني ألديز؟ لك شو هالكادو الهبل هيدا؟
هيدا كادو هبل. طيب روح جيب لها هيدي الكابوتشينو تبعك. انه برايك يعني بتحب هيك كادو؟ ايه بتجن علي يا فادي. اسمع مني، بتقول انه فادي فكر فيي وتعذب وراح نقالي الاغاني غنيه غنيه، بتقول انه انت بتعرف شو بدها وشو بتحب. اسمع مني واعمل لها هالمجموعه السديات. خي رح نعملهم. شو قلت لي اسمهم؟ مين؟ لك لا 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 السديات. لك اغاني الديز. الديز ايه شو يعني؟ هذا مش اسم مطرب، هذا زلم جديد نازل عم بغني يعني هلا. الديز مين؟ لك الالديز. الديز فادي انت مخشخش ولا مخشخش؟ هلا فكرك انه الديز اسم مطرب؟ تعرف شو يا فادي، هلا اذا كريم بتصدق انه انت فكرت بالسيديات، ايه هي اللي بتكون مخشخشي مش انت. ولك مش عم بفهم عليك يا وجيه، مين يعني الديز؟ ولك الديز 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 يعني اغاني قديمه. الديز ما لي ساعه عم اقول لك الديز يا فاشل. عيلي عفرد ميلي، عيلي عفرد ميلي، عيلي عفرد ميلي. بعد ما رد علي كل ما اساله بيغير الموضوع. واي كل ما بده ياني اجي على السهره، ساعتها انا رح اخذ موقف منه. لا لا اكيد لا، بابي كتير بحبك، بس انت بتعرف انه انا كل ما جرب احكي معه بيكون اخواتي، وكل واحد يفتح حديث من ميلي بيبطل فيه احكي معه وبيروح كل الموضوع. اوكي صدقتك، انا رح انطر لبكره، بس اذا بتساليه ساعتها رح اخذ موقف منك. يلا 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 يلا. خش خش يا رامي خش، رح تاخد منا موقف يا رامي. انا سمعت يا وجيه. سمعته عم بيهددها. سمعته يا فادي. سمعته. ام رامي حبيبي امي. ايه اسمك رامي؟ بدي خلي اسمك على مسمى رامي. قال ارمي لي حلقان، ارمي لي العالم. نعم ايه؟ بس انا مرجحه شوي. عم تهدد لي بنتي يا رامي؟ انا؟ تسمعناك عم تكذب كمان. كفى بتركوه. لك وجيه؟ ايه. اذا هلا مرجحناه 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 وفقعته لبطه، لوين بوصله قولك؟ والله انا بقول بيوصل عند ابو وديع الدكنجي. انا بقول ابعد. ابعد بشاري. ايه بشاري. يلا واحد واحد اثنين ثلاثة. ظبطت معنا يعني، وصل بس لعند ام عفيف. ايش ما بعد ايه؟ بونسوار يا ولاد. أهلا باب. كريم امك عم تعيط لك. يلا بدك تحكي مع ديا بدون ما اسمعها عم بتقرفني يعني؟ يعني اذا بدك تكرم عينك باب، يا احلى باب بالدنيا. بتعرف ليش؟ ليش؟ لانه قلو بالعاده بابا نويل ولما يستلم لي ست الكادويات يتلفن، بس هالسنه ما تلفن يعني رح يجيب كل الكادويات. بتصدق بعدني مسكر معه هلا؟ عمل لي ميست كول بابا نويل، قال لي يا فادي الليستا السنه كثيره كثيره على رقبتك، حيلخصها شوي. ما رح روح. سامع بالكف العجيب؟ سامع بالكف العجيب يا كريم؟ قوم يلا. اه خلص. بتصدقي ما انتبهت لك دي انت هون؟ يا عمي يي قد صار لي ما شايفك كذا ساعة من وقت ما كبينا هيدا خواجة رامي على البلكون. بتصدقي دقوا الجيران قال في عنده اجر اليمين بعدها عندهم؟ هلا بنبعث له اياها بالدليفري. عم نكت تحكي بيي. مش مهضوم منك بابي، كل اخواتي كتبوا ليستات الكادويات اللي بدهم اياهم الا انا، شو طلبت بس انه يجي رامي يسهر معنا. لك يا ريت كتبتي 600 ليستا احسن. شو في اذا اجى سهر معنا؟ لك يا عمي خواجه رامي ما عنده اهل، لشو بده يسهر معنا؟ ايه بس هو حبيب يسهر معنا وانا كمان. لك يا بيي اصلا انا طريقه حكيه معك ما عجبتني، لك انت كيف هيك يعني سكتتي له؟ كيف بتخليه يهددك؟ يهددني؟ ما كان عم بيهددني، كان عم يمزح معي لانه هو عن جد حبيب يسهر معنا يا بابي. لك عم يمزح ما عم يمزح مش فرقاني معي، يحكي معك بالطريقة ولك بدي اياك تهفيه بكس تهري له سنانه، بعدين يا بيي انا اللي بيطلع فيك بدعس الجريه. يه هلا نحن زدناها شوي على رامي يعني، كان لازم بس نهدده ببوكس مثلا مش نكبه على البلكون، معك حق بس ما كان فيي هدي اعصابي.
خلص ما تزعلي بيي، قولي له في يجي صار معنا على عيد العيد. ايه تروتر بابي، لانه اذا رامي بعده بده يسهر معنا، ايه نحن لازم نروح نسهر معه. وين؟ بالمستشفى. ايه في نظريه. هدي سعد، هيدا الكريدت كارت ما بقى عايزته، شيت كل الكادويات اليوم. كلهم؟ ايه كلهم. الله يستر، اديت لحقهم؟ ما كتير. قديه يعني ما كتير؟ يعني ما كتير. طب خلص لكن خليه معك، بركة عزت تشتري شي من هلأ لنوال. لا لا ما في لزوم. ما رح نشتري شي بقى؟ ما بقى فينا نشتري شي لأنه فضي. فضي؟ وينو بابي؟ هلا يصلح ضيع. ليش؟ وانت ليه حشريه؟ ما ضروري تعرفي ليش. ما بدك تقلي؟ لا ما بدي قلك. اوكي انا مش رح قلك شو كان بدي اقول لبوب. وانا ما بدي اعرف. مايكي يومي مرق بابا نوال واخذ الرساله اللي كنت معلق له اياها على السباه. بعرف. وانت اخذ رسالتك؟ ما عملت له. لا هيك ما بدك تقولي لي شو بدك كادويات؟ عم بعمل له فحص. شو؟ لمين؟ لبابا نويل. شو يعني عم تعملي له فحص لبابا نويل؟ بابي ومامي قالوا لي انه بابا نويل بيعرف شو منفكر، واذا منتشيطن بيعرف، واذا منكذب بيعرف، وببطل يجيبنا كادويات. مزبوط. لكن لازم يعرف شو بدي كادو بلا ما اكتب له. صح، فيها وجهة نظر. بس يا يومي انت شو رح تستفيدي من كل هالشي؟ لانه اذا بابا نويل ما بيجيب لي الكادويات اللي انا بدي اياهم يعني هو ما بيعرف شي، واذا ما بيعرف شي يعني بصير فيه عذب اتشيطن كسر وبدله يجيب لي كادويات. برافو برافو يا يومي، انت كتير ذكية. كرمال هيك انا بدي خبرك ليش بابي طلع يصلح ديها، لأن أنا وياه كبينا لرامي تحت. بيستاهل. وأنا كمان رح قلك شو كان بدي أقول لبوب. شو؟ كان بدي أقول له إنه نايا عم بتشيل البول من السبا. نايا يا ميري كريسماس. ولك يقبرني المسقف قلل بيضل يقرع. شو عملت حياتي اليوم؟ توفقتي؟ اشتريتي كل الكادويات؟ اشتريت كل شيء الا كادويه وجيه السمكه. إيه؟ ما شريتها، قلت انا بلا ما نتبلبش فيها ونقعد نطعميها ونغير لها ميتها من هلا للعيد، بكره اخر دقيقه بشتريها وبحطها تحت السبان. برافو كرون. واي متى بدنا نحط الكادويات تحت السبان؟ لا فادي، مش قبل اخر دقيقه. او بدك نايا تنطفهم؟ نايا 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 اليوم نايا شو عملت يا كريم؟ شالت كل الزينة عن الشجرة وحطتها بالأرض، وأنا وجيه رجعنا زينا الشجرة من أول وجديد. حسيت لأني شفتها بشعة أول ما فتت. إيه دخيلك بشعة. شو بابي مامي يومي؟ ليش بعدك ويا؟ كنت بالصالون. بالصالون؟ شو عم تعملي لوحدك بالصالون؟ كنت عم بنتر بابا نويل لشوف اذا رح يحط كادويات تحت السبا. يا حياتي شو طيبة. يا حياتي نيوشي، انت كمان يا مامي كنت قاعدة بالسالون وناطرة لتشوفي بابا نويل اذا رح يحط الكادو تحت السبا. لا نايا كانت عم بتنتف السبا. تانا نايا. شو هالسبان بيبيض الوجه يا عالم. ايه دخلك ما اهضمك وجهي انت، خلصنا بقى. ايه حياتي سبيس. هيدي هديتي ان شاء الله تعجبك يا رب. ايه
حبيت يون؟ لك شو حبيته مجنون انت؟ هيدا احلى كادو اللي فترة بدي حدا وصي على هيك اغاني وما بتزبط معي. فدو حياتي كيف عرفت؟ ميرسي فدو. لانك حبيت يون هالقد انا كانك عطيتيني احلى هدية بالدنيا. تقولي لي فدو يا عالم يا ناس ياهو من جرينات دخلك؟ كيف طب حياتك ما بتهديني شي بحبه؟ ولو كحياتي في احلى من هالهدية اللي جبت لك اياها ولو بكلة شعر؟ بكلة شعر بتسميها هدية حلوة؟ ايه ما هي الهدية اللي قدرت جيب لك اياها بالمصريات اللي تركتيني اياهم. واو جاب لي كل اللي طلبته منه. ميرسي باب ميرسي مام ميرسي بابا نويل. يا كيف عرف؟ واو وانا وانا هي كادويتي؟ تفضل شرف هاي كادويتك. انا سوري ديو ما قدرت جيب لك كادو ما قدرت اروح على المحل. معلش انت كادويتي ديع عشب سمكي هديتي سمكي سمكي يا كريم جايبتيني سمكي يا ماما. يا عمي مش انت اللي طلبت سمكي؟ انا طلبت سمكي. ليك مش انت اللي كتبت على الورقه اللي اعطيتها لفادي ليعلقها على السبان انه بدك هديه سمكه؟ انا هيك لكان علي وعلى اعدائي. كريم 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 فادي كان بده يجيب لك ماكينه الكابوتشينو بس انا قلت له جيب لها سيديات الالديز. شو؟ انا بتعرفي شو قال لي؟ قال لي دخلك الالديز مش مطرب؟ شو؟ بابا لا 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 دخلك بريجيت؟ هاي اللعبة اللي عم بتكسرها نايا مش انت جبتي لي اياها؟ دخل الجمال دخل الدمال ولك دخل الغنج ولك انت طحانة انت كبدة انت فشتي انت قلبي انت الوريد اللي بيمشي فيه دماتي بلا 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 يي يي هالسهرة تبعكم انتو يا كل قتال يا كل غنج ما في حل وسط. بس يلا منيح عرفنا انه رضيت عندك. لك دخلك ما اقدمك دخل كريم. امبارح رحت فصلت السمكة لحقها 1000 ليرة. معقول انت يعني جايبتي لي كادو ب 1000 ليرة بس؟ برافو عليك يا كرون يا حميمتي. لك بالزياده عرقتك. امبارح بالليل كنت جوعان كثير. ايه وما تقلي بعت السمكه لتشتري ساندويش. نو عملت هي الساندويش. شو؟ كرستا. يا الله يكرسك لا يريحنا منك. كرست السمكه وجهي فادي اكل السمكه. شو مستغرب بحياتي بدها بياكل كل شيء هذا ولك بياكل حمار فطسان بدها تك عليه سمكه مسكينه عم تضلعت عنده بالبيت. لك منيح اللي اشتريتي له اياها ب 1000 ليره بس حياتي. لك هيدا كل همك انت انه مش دافع حقها الا 1000 ليره لحتى خسارتك ما تكون كبيره. هيدا كل همك انت ولك بلا ضمير انت وهو بلا قلب وبلا احساس. لك انفل من خلقتي انفل من بيتي انفل فل. شو بدك ياني يعني؟ كون جوعان وشوف السمكة عم بتبلع قدامي واتركها ولك خلص سكوت قلت لك فل ام فل فل فل. دخلك هيدا البوكال يلي كانت فيه السمكة وينه؟ اهي بوكا ما تقولي هذا القطرميز لإزاز المبروم اعطيته للزبال كبو. شو؟ اعطيته للزبال كبو ولك هيدا كريستال كريستال يا بني ادم حقه 200 دولار. نعم دافع حق البوكال تبع السمكه.